بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة شهر رمضان المعظم ارتئينا أن نقوم بدروس في خط النسخ للمبتدئين، فعلى بركة الله خط النسخ يا إخوان يعتمد على عدة مهارات، من ضمنها مهارة استعمال القلم. فكما تلاحظون قلم الخط فيه المسك، هذه تسمى المسك، ثم التيكا والكرسي. المسك، التيكا والكرسي، هذا هو الكرسي. الكرسي عبارة عن الوسطى، الخنصر والبنصر والوسطى، هذا هو الكرسي. كل يعني هذا الأصبع هو جد مهم، لأنه هو المقود. كما تعلمون أن خط النسخ لا يعتمد على زاوية محددة، فهو يتنقل بين جميع الزوايا، وهذا الأصبع هو المقود، هذا الأصبع. ولهذا لابد أن نقوم بمجموعة من التمارين. التمرين الأول هو النقطة، النقطة هي تقريبا 65 درجة. ثم التمرين الثاني هو جر القلم أفقيا، وهذه هي الزاوية التي نستعملها في الكتابة. إذن لابد من التمرين على هذه الدروس، ومن ثم نقوم بحركة هكذا من الجزء الأسمك إلى الدقيق، ثم من الدقيق إلى جزء الأسمك، ثم نقوم بهذه الحركة. هذه كلها مجموعة تقنيات نتمرن عليها من أجل التعامل مع قلم الخط العربي بشكل جيد ولائق، لأن القلم إذا تركته مثلا تركته لوحده ولم يعني تعيق المسار دياله، سيكتب لك الحرف بدقة رائعة. مثلا انظروا إلى هذه الحركة، سأترك القلم هو الذي يكتب، لن أعيق زاويته أو انظر، تركت القلم لوحده يكتب. ولهذا لابد أن نطيع القلم ثم نتبع القواعد، هذه من جهة. ثم نتمرن على الفرك، الفرك وهو تغيير الزوايا أو اختصار مثلا هذه الحركة تحتاج إلى 3 نقاط بدون فرك، واحد اثنين ثلاثة. إذا بالفرك نقلص حجم هذه النبرة،
قد نقلصها لنقطة وربع، قد نقلصها نقطتان وهكذا، يعني نتحكم في الزوايا كما نريد. هذه مجموعة ديال المهارات لابد أن نتمرن عليها. وليكن في علمكم أن الخط هو كثرة المشق، كثرة المشق يعني هناك مشق نظري ومشق يعني عملي. عملي المشق النظري هو يعني تتبع عدة فيديوهات لأساتذة، ثم نلاحظ كيف يتعامل مع الأجزاء، أجزاء الحرف يعني بدقة، ونعيد الفيديو ونعيد الفيديو ونعيد الفيديو حتى نرى ما لم نره في أول نظرة. وهذه تسمى مشق بالعين، ثم مشق الممارسة، لأنه أي واحد فينا، أي واحد فينا لديه فطرة الخط العربي ويعلم يعني أن هذا الحرف صحيح أو خطأ، من علمه هذا؟ لكن هي الفطرة. أهم شيء في المشق هو تقريب العقل مع اليراع حتى يصبح اليراع جزء من الأصابع، حتى يصبح اليراع جزء من الأصابع. يعني إذا وضعت أصبعي وكأنني وضعت القلم، القلم هنا هناك إحساس بالورق، إحساس بالورق، وكل جرة يعني أشعر بها. ولهذا كثرة التمرين تعطيك هذه المهارة، هذا شيء مهم بالنسبة للخط عموما، ماشي غير الخط النسخ، مع أنه خط النسخ فيه مجموعة ديال 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 المهارات، يعني أسرار عديدة، ماشي بحال الثلث، الثلث فيه مجموعة أسرار وهي قليلة ولكن صارم في أسراره. ولكن خط النسخ قد نخطئ في بعض الحركات ولكن يمكن إصلاحها في السطر، يعني لا بالانس في الثلث، لا الثلث لا، يعني أي خلل بسيط خرب كل شيء. يعني الثلث حساس جدا، حساس جدا. النسخ ممكن يعني تغفل، يعني إيقاع ما أو شيء من هذا القبيل، ولكن كتعوضوا كنظام كتلة أو نظام سطري. ندوزو يعني بالنسبة للإخوان الذين يريدون تعلم خط النسخ، لابد من اكتساب هذه المهارات. فالطريقة ديالي للتعليم هي أي درس، مثلا النقطة، أنا أحط تلامذتي على يعني 30 مرة، يعني أقسم المشق إلى 3 أجزاء. هاد 30 مرة تقليد، 30 مرة أخرى يعني هذه تسبيحة الخطاط، تقليد 30 مرة، 3 تقليد، وهاد 30 مرة وعي بالتقليد، وهذا هو نفسك، نفسك. يعني لابد من أن تولي حر، تتحرر من التقليد، تتحرر من ذاك الأستاذ الذي يعني مثلا شوقي، فلا يمكن أن نكتب مثل شوقي 100%، لا يمكن، لا يمكن، ولا يمكن أن تبقى حبيس هذا الأسلوب. ضروري إذا تتبعت هذه المسألة، يعني 30 مرة تقليد، 30 مرة وعي بالتقليد، يعني أعي ما أقلد، ثم 30 مرة نفسك، يعني تترك الكراسة جانبا وتبدأ في كتابة الحرف بنفسك، فتكتسب مهارة الحرف والوعي بجميع الحركات لذاك الحرف، مفهوم؟ ثم لما أنتهي
أنطقوا بالشهادة. وهنا تكتمل تسبيحة الخطاط. هذه هي طريقتي وهذه هي الطريقة المتبعة لدى تلامذتي. فالحرف يستقر يعني بشكل جيد، ثم اليد لديها ذاكرة خاصة، وهذه الذاكرة تتذكر كل جزئيات الحرف. نبدأ بحرف الألف.